8 كيلومتر. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع. نذهب إلى مقدمة الشوطة وإلى الشاهينية لهجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري. هي من تحتل المقدمة وتأتي مع المركز الأول، تليها مباشرة مع ثاني المراكز الظبي. تعود الملكية لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، محمد بن مسفر بالقوبعة المنصوري. من يتابع الانطلاق يتولى عملية التضمير. المركز الثالث من تتقدم مشاهدينا الكرام الحذر لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، من يتابع انطلاق الحذر يتولى عملية التضمير. رابع المراكز تأتي الشاهينية، تعود الملكية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع المنصوري، من يتولى عملية التضمير. انتقل مباشرة إلى الشاهينية مع المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير. المركز الرابع مشاهدينا الكرام تتسلل في هذه اللحظات قدوم وانطلاق من بشايل لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، من يتولى عملية التضمير والتدريب. انتقل مباشرة إلى المركز السادس وراء الوصول من ملوح، تعود الملكية لسمو الشيخ سعيد بن راشد بن حميد النعيمي خليفة بن سالم بن راشد الطنيقي يتولى عملية التضمير. ولكن من تغير الأمور الطيارة لهجن الرئاسة صالح بن سعيد بن العرج المري يتولى عملية التضمير. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول الشاهينية في مقدمة الشوط مع المركز الأول. من تأتي مع المقدمة والصدارة الشاهينية لهجن الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. بوذياب يتابع انطلاق الشاهينية مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. المركز الثاني مشاهدينا الكرام وصوله وقدوم في هذه اللحظات من قبل الظبي لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري يتولى عملية التضمير. وصلت الحذرة لهجن الرئاسة من الجانب الآخر عيسى بن أحمد بن مايد الخيل البارع، من يتابع الانطلاق. ولكن من تغير مباشرة إلى ثالث المراكز الطيارة لهجن الرئاسة صالح بن سعيد بالعرج المري يتولى عملية التضمير. المركز الخامس هنا بشايل لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، من يتولى عملية التدريب والعناية التامة. وصول من الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التدريب والعناية التامة مع المركز السادس. المركز السابع من تتقدم مشاهدينا الكرام ملوح لسمو الشيخ سعيد بن راشد ملوح، في هذه اللحظات انطلقت إلى المركز السادس ملوح لسمو الشيخ عبد العزيز بن سعيد بن راشد بن حميد النعيمي خليفة بن سالم بن راشد الطنيقي، من يتولى عملية التدريب والعناية التامة. هكذا النداء مشاهدينا الكرام. نعود مع البداية، نعود مع المقدمة، نعود مع الصدارة من تغير مباشرة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول الطيار لهجن الرئاسة صالح بن سعيد بالعرج المري يتولى عملية التدريب والعناية التامة للطيارة في مقدمة الشوط ومع المركز الأول. المركز الثاني الشاهينية لهجن الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، من يتابع انطلاق الشاهينية. ثالث المراكز تتقدم الظبي لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري يتابع الانطلاق. ولكن من تغير تعلن حضورها الحذرة، وحذاري من الحذرة غيرت مع المركز الثالث مع انتصاف المسافة إلى 4 كيلومتر يفصلنا عن خط النهاية ومن عمر هذا الشوط. والحذرة تغير مباشرة إلى المركز الثالث لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي البارع يتابع الانطلاق. المركز الرابع اللي هي الظبي لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري يتولى عملية التضمير. خامس المراكز الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير. المركز السادس تتقدم مشاهدينا الكرام وتصل في هذه اللحظات
من تتقدم وتأتي مع المركز السادس بهذا الانطلاق والمسار. بشاير لهجن الرياسة، عيسى بن أحمد بن مايد الخيل البارع يتابع الانطلاق، وصول من الشاهينية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع يتولى عملية التدريب والعناية التامة. قدوم مشاهدينا الكرام من بشار لهجن الرياسة، عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي من يتولى عملية التضمير. نحن قادمون مع جسر العبور والصدارة والمقدمة، من تاتي مع المركز الأول تاتي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. الحذرة الحذرة هي من تسلمت القيادة انتقلت إلى مقدمة الشوط، تكلفت بالمهمة. الحذرة لهجن الرياسة، عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي يتابع انطلاق الحذرة، يتولى عملية التضمير. المركز الثاني الشاهينية لهجن الرياسة، راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتابع انطلاق الشاهينية مع المركز الثاني. المركز الثالث الطيار لهجن الرياسة، صالح بن سعيد بالعرق المري يتولى عملية التضمير. وصول من الضمير سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم. محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري من يتولى عملية التضمير. وصلت الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير. تقدمت مشاهدينا الكرام وأتت الشاهينية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع المنصوري يتولى عملية التضمير. نعود مع البداية، نعود مع المقدمة، نعود مع الإبداع، نعود مع الرقص، مع الصدارة والقيادة. الحذرة الحذرة 2 كيلو ونصف الكيلو يفصلنا عن خط النهاية وعن ناموس هذا الشوط. والحذرة مع مقدمة الشوط، الحذرة مع المركز الأول لهجن الرياسة. البارع من يتابع انطلاق الحذرة، البارع من يرافق هذا الشعار مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول ومن يقدم لنا الحذرة. الشاهينية مع المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. بو محمد يتابع انطلاق الشاهينية إلا هو المستحيل مع المركز الثاني. المركز الثالث الطيار لهجن الرياسة، صالح بن سعيد بالعرج المري من يتابع الانطلاق. وصول وقدوم من الضبي لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم. محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري من يتابع انطلاق الضبي، يتولى عملية التدريب والعناية التامة. المركز الثامن مشاهدي الكرام في هذه اللحظات، والمركز الخامس من تصل الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير. نعود مع البداية، نعود مع الحذرة. الحذرة والشاهينية والطيارة في موقع واحد مع القيادة والصدارة، مع المسار الأول، مع الانطلاق الأول. الحذرة لهجن الرياسة بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. الشاهينية مع المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. تنضم الطيارة مع المركز الثالث لهجن الرياسة، صالح بن سعيد بالعرج المري يتابع انطلاق الطيارة. رابع المراكز الضبي لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري من يتابع الانطلاق. المركز الخامس من تصل الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. من تتقدم تنطلق بهذا المسار وتأتي بهذا الانطلاق، غيرت الشاهينية مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. الحذرة من ترافق الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. يا سلام، الرقص بدأ يبدو. الكيلومتر الأخير، كيلو الأوامر، كيلو الفوز والناموس لمن والانتصار من المضمرين. الشاهينية الحذرة وأيضا الطيارة، وتنضم الظبي وتتقدم الشاهينية. يا سلام يا سلام يا سلام، الشاهينية والحذرة مشاهدين الكرام، ولكن الشاهينية من تأتي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. يا سلام، الشاهينية بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. يا سلام
هوب الله الشاهينية والحذرة مشاهدين الكرام، الشاهينية والحذرة، الحذرة والشاهينية، يا ترى لمن الفوز والانتصار؟ الشاهينية هي المسيطرة، الشاهينية هي الأقرب، ولكن الحذرة مشاهدين الكرام، الشاهينية مشاهدين الكرام والحذرة، ولكن تغادر الشاهينية، تعلن مغادرتها بالفوز والانتصار والناموس. مشكور المستحيل، مشكور يا ابو محمد، اسعد الله مساك راشد بن محمد بالسم المنصوري. ها هو الرقص او فلا مشاهدين الكرام، تغادر بحفظ من الله ورعايته، متوجه الى خط النهايه، الى ناموس هذا الشوط، الى الفوز، الى الانتصار. تهانينا لهجن الرئاسه والى المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، المركز الثاني من وسط مشاهدينا الكرام في ثاني المراكز اللي هي الحذر لجنة الرئاسة، الثانية العيسى بن أحمد بن مايد الخيل، المركز الثالث الظبي لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم وراشد آل مكتوم، المركز الرابع الطيار الهجن الرئاسة، خامس المراكز الشاهينية لسمو الشيخ حمد أبرا بن سعيد المكتوم. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام على هذا الفوز والإبداع والانتصار، وفي انتظار التوقيت الزمني أثناء وصول مشاهدينا الكرام الشاهينية إلى خط النهاية، معلنة الفوز، معلنة الناموس والانتصار، مهدي هجن الرئاسة هذا الفوز والإبداع والمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، من قدمها لنا مشاهدينا الكرام في هذا المساء. هاي أمامكم الملخص والإعادة لشوطنا مشاهدينا الكرام السادس للأبكال المهجنات، هاي لحظات الوصول لخط النهاية أثناء وصول الشاهينية إلى خط النهاية، معلنة الفوز والناموس، قاطع المسافة 8 كيلومتر في زمن وقدره 13 دقيقة 7 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة والتهاني للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، المركز الثاني الحذر لهجن الرئاسة، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة والتهاني لعيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، 13 دقيقة 11 ثانية جزء واحد ينتهي من الثانية. تهانينا والناموس، المركز الثالث الظبي، قطعت المسافة في زمن وقدره الظبي لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم براشد المكتوم ومحمد بن مسعود بالقوبع المنصوري، من قدمها لنا 13 دقيقة 11 ثانية 6 من الأجزاء. تهانينا والناموس لمالك الظبي سمو الشيخ سعيد بن مكتوم براشد المكتوم، والتهني لمحمد بن مسفر بالقوبع المنصوري. تهانينا والناموس للجميع.